وبالنسبة لجولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها توريد 47 ألف طن قمح، وده بلغت نسبته 89% من المستهدف في محافظة دمياط، من انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي في الوادي الجديد، ومنها أخبار تانية من المنوفية وأسوان وكمان السويس. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، والبداية من دمياط واللي بتستكمل عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم. وفقا لتصريحات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تم لحد دلوقتي توريد أكثر من 47 ألف طن قمح بنسبة 89% من المستهدف. وفي الوادي الجديد انطلقت فعاليات القوافل التعليمية المجانية للشهادة السنوية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم، والقوافل دي بتستهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور وتحقيق أكبر استفادة من البرنامج لطلاب المحافظة. وفي المنوفية نفذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية مشروع خلال شهر مايو اللي فات 41 مشروع بتمويل بيزيد عن 20,247,000 جنيه، وده ساهم في توفير عشرات فرص العمل لأبناء المحافظة وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب. وفي أسوان كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بزيارة ميدانية لقرية وادي خريط التابعة لمركز نصر النوبة، وده علشان يتعرفوا على مطالب واحتياجات الأهالي ووضع الحلول العاجلة والفورية ليها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي السويس انتهت المحافظة من بناء 62 محل تجاري بديل للمحلات اللي هيتم إزالتها بطريق المجمع الطبي الجديد بمنطقة المميز، واللي أدرجته المحافظة ضمن أعمال تطوير المنطقة.